السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ويب كودينج. اليوم بإذن الله بغينا نطرقو الوير، إمتى كدار وليش. دائما وير كتكون متبوعة بواحد الكونديسيون، بمعنى وير كنعنو بها أينما يكون أو عندما يكون، وكتكون متبوعة بواحد الشرط اللي كنشرطوه إمتى يتحقق واحد الكود معين. غنمشيو الآن لإسكيال نشرحو أكثر. كي كتشوفو هذا هو التيبل ديالنا، فوالا. الآن إلا جينا على الأقل وبغينا نبينو الكولون هذا ديالنا كامل، كنديرو سيليكت نجمة فروم، وكنديرو نمشيو نكتبوها، كنكتبو سيليكت فروم، كنديرو سيليكت وكنديرو نجمة وكنكتبو فروم. الآن إلا كتبت سمية الجدول غيخرج ليا كامل. غادي نجي لهنا غندير اكزيكوتي، فوالا خرج ليا كامل. الان في حاله الا بغيت انا مثلا نخرج غير الكولون الاولاني، هنا كيجي الدور ديال الوير، كنحط واحد الشرط باش تخرج ليا غير الاولانيه. وهاد وير فاش تبغي تحط الشرط حط لي كيميز اللين الاولاني فقط، يعني ما تجيش تكتب فاش تكون السبجكت كتساوي هاي، بمعنى يخرجوا لك هادو كاملين. اذا فاش تجي حتى تبغي تخرج واحد الكولون بوحدو حط الشرط المميز به، مثلا الاي دي عدو كتساوي واحد، هادي ما معاودهاش. اذا نجي لاسكيال غنكتبو سيليكت، غنكتب نجمه وغندير فروم، يعني خرج ليا من الجدول، وغنكتب سميتو. الان هيجي الدور ديال الشرط، غنكتب لي وير، بمعنى اينما يكون او عندما يكون. شنو هو الشرط؟ خاصو يكون مميز، هو فاش تكون الاي دي كتساوي واحد، لان انا بغيت غير اللين رقم واحد. نجي ندير اكزيكوتي، لاحظ انها خرجت لي غير الاي دي رقم واحد. الان الى جيت وبغيت نخرج مثلا واحد وجوج، ولا مثلا بغيت نخرج ثلاثة وثمانية، اللين رقم ثلاثة وثمانية، اذا هنا عاوتاني كيجي دور وير. غنجي نكتب سيليكت وغندير نجمة وغندير فروم، اذا قلت لها خرجي ليا من الجدول نكتب سميتو. الان كيجي الشرط، الا كتبتي بحال هكا غيخرج لك التيبل كامل، ولكن هنا كيدخل الشرط، كيكتب ليا وير امتى فاش تكون الاي دي كتساوي، اشنو كتساوي؟ كتساوي قلنا ثلاثة اور او الاي دي كتساوي ثمانية. الان اش قلت ليها؟ جبدي ليا رقم ثلاثة. لان اش قلت ليها؟ جبدي ليا رقم ثلاثة وجبدي ليا رقم ثمانية. لانني الا جالك في بالك اند راك غلط، اور تكتب ماجيسكيل اعتذر، لانك الا جاتلك في بالك اند راك غلط، لان اند خاص تكون فيها هاد الشرط وهاد الشرط مجموعين في بلاصه واحده عادي يخرج لك، اما هذا يتحقق هذا يخرج ويتحقق هذا يخرج. اذا باقي غادي نديرو، حنا كنشرحو الان وير ولكن نشرحو اور ونشرحو اند اكثر. الان اعيد، كتبت قلت ليها جبدي ليا من هاللو تايبل فاش تكون الاي دي كتساوي ثلاثة ولا كتساوي ثمانية، بمعنى يخرجوا بجوج. اما الا درتي اند غنوريها لك الان، نوريك امتى كدير اند. فوالا هي خرجت ليا ثلاثة وخرجت ليا ثمانية. دابا الاند الدور ديالها هي امتى؟ الدور ديالها فاش كيكون مجموعين في نفس اللين. مثلا نجو لهنا نجي نقول ليها وير فاش تكون الاي دي كتساوي واحد اند الميساج كيساوي هاليو اسكيال، فهاد الحالات خرج ليا غير واحد وهادو ما يخرجوش ليا، مفهوم؟ هادو ما يخرجوش ليا، لحيت فاش تجي تلقى نايم كيساوي زينب غتقلب تلقى هنا عندي كذا زينب، ولكن اند يعني يجب ان يتحقق الشرطان معا بجوج واو العطف. فاش تجي خاصة تل هاليو اسكيال تكون في الميساج، هتجي لتحت ما هتلقاهمش غتخرج ليا غير وحده. اذا هنجي نوريها لكم، هندير زينب اند هاليو اس كيول هتخرج ليا غير وحده وهادو ما يخرجوش، حيت اش غيلقاو النايم سميتها زينب وما يلقاوش الميساج سميتها هاليو اس كيول. غنمشيو نجربو، غنكتبو سيليكت، غندير نجمه وغندير فروم، وغادي نجي الان ونعطي سميه تيبل. الان نكتب الشرط وير وهنكتب الكونديسيون ديالي، اش قلت؟ قلت نايم تكون تساوي زينب،
and ماجيسكيل. اش تكون عاوتاني الميساج تكون تساوي قلناها ليو اس كيول. اذا نجي اذا اعيد الشرح. قلت لي اجبدي لي من هاللايف تيبل فاش تكون النايم عدي سميتها زينب وعدي الميساج سميتوها ليو اس كيول. اذا فاش كتبت لي هاد اند هاد جوج شروط خاصهم يكونوا مجموعين في نفس اللين. هادي اللي كنعنوا بي اند. اما كون كتبنا اور فيما تلقى زينب تخرجها واخا ما تكونش الميساج هاللايف اس كيول، وفيما تلقاو تلقى ميساج هاللايف اس كيول تجبدها. غادي نمشي نديرو اكزيكوتي. فوالا جبدت لينا غير وحده رغم اننا عندنا زينب ولكن ما عندهمش فيهم الاخرين هاللايف اس كيول. نجيو نتاكدوا. شوف معايا هنا عندنا زينب ولكن ما لقاتش هاللايف اس كيول، لقاتها غير في وحده وجبدتها لينا. الان ممكن عاوتاني تجي تعطي واحد الشرط تكتب. الان ممكن هاد اند نبدلوها بين. مثلا ممكن نجي نكتب سيليكت وندير نجمه ونكتب عاوتاني فروم ونكتب سميه الجدول ديالي ونجي ونكتب وير. الان كنحط لها في الشرط هو عندما يكون. اش درنا في الاول؟ درنا نايم كيساوي زينب ودرنا ميساج كيساوي هاللي اس كيول. لاحظ هنا في اند خدمنا في جوج كولونات، خدمنا في الكولون نايم وخدمنا في الكولون ميساج. الان كتبت ليها وير بمعنى اينما يكون او عندما يكون. الان حنا فين خدامين؟ الان هاد ان اللي باغا نخدم بها ونوريها لكم هادي كتخدم في كولون واحد. يعني ما تجيش دير ليها نايم كتساوي زينب اند وتمشي للكولون اخر سميتو ميساج. هاد ان كتخدم لينا في نفس الكولون. بمعنى نجي ندير ليها نكتب ليها سميه الكولون هنا نايم. هادي دابا راه خدامه غير في النايم ونجي ونعطيها ان ماجيسكيل. الان اجي قلت ليها سير للتيبل وجبدي ليا منو فيما تلقاي النايم كتساوي هاد القيم. هاد القيم شنو هما؟ اما تلقاي زينب ولا تلقاي نوال. انا ما عرفتش نوال واش كاتبينها، الا ما كانتش راه ما تخرجهاش ليا. فوالا وغنشوفوا اشنو يطرى. اذا خرجت ليا غير زينب لان التيبل ما فيش نوال. الان اعيد. اند ممكن تخدم تجمع كذا كولون، دير اند وتخدم في كذا كولون. ان كتخدم في كولون واحد، كولون فقط. الان الى جيت وخدمت على الاي دي، الى جيت هنا وكتبت سيليكت فروم هاللي تايبل وكتبت لها وير ان، فاش تكون وير ما نساش ندير هنا الاي دي. اعيد. الان الى جيت كتبت سيليكت نجمه فروم ودرت ليها هاللي تايبل، يعني جبدي ليا من التايبل، فاش تكون الاي دي اما كتساوي اشنو؟ واحد ولا تساوي ثلاثة. إذن هتجبدهم لي بجوج، هتجبدهم لي بجوج. هذا راه كتعوض نوعا ما، كتعوض لينا اند، ولكن اند كتخدم في كذا كولون، أما ان كتخدم في كولون واحد. غنمشيو نديرو اكزيكوتي. كان من المحتمل بلا ما ندير علامة تنصيص ولكن ماشي مشكل. كيف كتلاحظ خرجت لي واحد وثلاثة. إذن أعيد. اند كتحكم لك في كذا كولون، ممكن تجمع شرطين من جوج كولونات، أما ان كتخدم في نفس الكولون. اذا اعيد. وير مسؤوله عن الشرط، يعني كتحدد لك شرط معين عندك كونديسيو، دائما هي متبوعه بكونديسيو. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا. ما تنساوش ديروا لي جيم والسلام عليكم ورحمه الله.